وصفت صحيفه الواشنطن تايمز الامريكيه مملكه البحرين وصفتها بوطن التسامح حيث كانت البحرين مفترق طرق للتجاره منذ الاغريق واليوم تظل مملكه البحرين وطنا للتسامح للعديد من الاديان والاعراق ونشرت الصحيفه الامريكيه مقاله لسعاده الشيخ عبد بن راشد الخليفه سفير مملكه البحرين لدى الولايات المتحده الامريكيه تحت عنوان التسامح الديني في البحرين. اكد فيه ان المسيحيين والهندوس واليهود وغيرهم يؤدون عباداتهم الى جانب اخوانهم المسلمين، مما يدل على احترام المملكه لجميع الثقافات، كما اشاد مستشار السياسه في وزاره الخارجيه الامريكيه براين هوك بقياده المملكه لتعميق التزامهم بالتعايش السلمي والحريه الدينيه.